ما هو الأكل المناسب وقت الإسهال؟ اختيار الأكل الملائم عند الإصابة بالإسهال هو تصرف حكيم وصحي أيضا، فمن المهم أن تساعد جهازك الهضمي على تخطي هذه الفترة بسلام وصحة. ما هي الأغذية التي من المفضل تناولها عند الإصابة بالإسهال؟ إليكم بعض الأغذية الهامة جدا. اختيار الأكل المناسب عند الإصابة بالإسهال هو تصرف حكيم وصحي أيضا. ما هي الأغذية التي من المفضل تناولها عند الإصابة بالإسهال؟ إليكم بعض هذه الأغذية الهامة جدا. أولا الدجاج المسلوق، يحتوي الدجاج على نسبة عالية من البروتينات وهي سهلة الهضم والذوبان في الجهاز الهضمي، ويفضل سلق الدجاج عن قليه، فالدهون والزيوت صعبة الاستيعاب والذوبان بالجسم، لذلك حاولوا تجنب الطعام المقلي. ثانيا الموز، من أفضل الفواكه التي من المستحسن تناولها خلال الإسهال، فتحتوي على الألياف المذابة التي تساعد على تطرية البراز. يحتوي الموز على البكتين، وهو نوع من الألياف الغذائية الممتصة للسوائل من الأمعاء ويؤدي إلى هضم جيد. يحتوي الموز أيضا على الإينولين، وهو نوع من الألياف المذابة أيضا الذي يشجع نمو البكتيريا الصديقة بالجهاز الهضمي، التي بدورها تحسن من عمل الجهاز المناعي والهضمي. يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد باستبدال المعادن المفقودة خلال الإسهال. ثالثا الأعشاب، تساعد نبتة البابونج على تخطي الإسهال، حيث تخفف من أوجاع البطن وتريح الجهاز الهضمي، يخفف الالتهابات والتشنجات المعوية. كن على دراية تامة أن زهرة البابونج هي الجزء الفعال لعلاج الإسهال. شاي النعناع، يعطي النعناع الإحساس بالراحة ويخفف من وطأة الإسهال، يخفف الغازات ويعتبر ذو طابع مخفف لآلام موضعية بالجهاز الهضمي. تخف حدة الإسهال عند تمدد عضلات الأمعاء وبعد شرب شاي النعناع. اللبن أو الزبادي، يقال أنه يفضل تجنب منتجات الحليب ما عدا الزبادي أو اللبن المحتوي على الجراثيم الصديقة، التي تساعد على موازنة الجراثيم الصديقة في الجهاز الهضمي وتقوية وترف وتقويه وترفع من مناعة الجسم. اختار الزبادي التي يحتوي على جرثومة اللاكتوباسيلوس، فقد أثبتت الأبحاث أن لها علاقة بتحسين وظائف الجهاز الهضمي وحمايته. تناول الوجبات الخفيفة الخالية من الدهون، أشرب عصير الرمان فهو يحتوي على حمض الطانيك ذي التأثير القابض للأنسجة. تناولوا شوربة بالخضار المسلوقة مثل الجزر والبطاطا. تناول الأغذية الغنية بالبروتينات فهي سهلة الهضم والامتصاص. تجنبوا منتجات الحليب المحلات فهي تصعد وتزيد من الإسهال. تجنبوا مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين والسكر فهي مضرة للبول. استبدلوا المشروبات المحلات بالماء واشربوا من 8 إلى 10 كؤوس يومية لتجنب الجفاف. ابتعدوا عن الأطعمة المبهرة والمتبلة والتي تزيد من الإسهال. تجنبوا شرب الكحول وتجنبوا المقالي الدهنية. تجنبوا المشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة فهي مضرة للبول.